أبو عبد الرحمن أيضا من عنيزة يا شيخ يستفسر عن بيع ومدى شرطه الصحيح. يقول: إذا باع المزارع ثمرة بستانه على شخص واشترط عليه البراءة من العيوب التي ربما تعتري الثمرة إلى أن يتم الجني، هل هذا الشرط صحيح؟ لا داعي لهذا الشرط، والثمرة إذا بدأ صلاحها بأن بدأ فيها الاحمرار أو الاصفرار فإنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها، والعاهة إذا نزلت إن كانت يعني مجحفة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه، فإذا أصابها جائحة واستأصلتها أو كثيرا منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لأن المشتري لم يتسلمها تسلما كاملا لأنها ما زالت على رؤوس النخل وهي معرضة للجوائح والإصابات، والمسلمون نصحاء فيما بينهم. نعم.